السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم جبت لكم نبات جدا مميز، يعني تحفة ربانية. اليوم نبات قرن الغزال أو قرن الأيل. طبعا قرن الأيل، الأيل هذا الحيوان اللي شايفينه كلكم بالأفلام الأجنبية، هذا اللي يدخل بالبيوت والهاي حتى بالتقارير، والحمد لله والشكر ما اجى يمنا، لانه لو جاء يمنا كان تلقوا هسه بسوق الغزل وينتهي وينقرض. على كل، موضوعنا لهذا اليوم عن هذا النبات المميز. طبعا هذه النبتة عندنا بالعراق جدا قليلة، يعني ما اريد اقول نادرة لكن قليلة. طبعا النبات يكون يتميز بأوراقه، وليش يسموه قرن الغزال او قرن الايل؟ لان شوف سبحان الله الاوراق مالته زين. هذا النبات تقدر الزرعة بدون تربة، يعني خارج التربة تقدر الزرعة. هسه واحد يسألني شلون ازرع بدون تربة، يعني مجرد انه تجيب لك هذا الخوص او هذه التربة مال الطحالب اللي يخلوها للبلاب، يعني العمود مال اللبلاب، اذا قدرت تحصلها تفرها او تغلف بها الجذور مال هذا النبات وتشدها بخير، وتقدر تعلقها بالسقف بدون اي تربة بتموس او غيرها. النبات يكون محب للرطوبة، لان هذا النبات يعني يقدر يعيش فقط على الماء والهواء. ليش احنا ذكرنا انه تقدر الزرعة بدون تربة؟ لان هو النبات يتأقلم بس على الماء والهواء. فالنبات يكون محب للرطوبة او السقي. حاول ان لا تخلي هذا النبات يعطش، تسقي بشكل منتظم، يعني مو كل يوم. اذا انت حكم انه راح تشتريها مزروعة بتربة فما تسقيها كل يوم، مثلا بالصيف كل 3 ايام او 4 ايام، خلال الشتاء مثلا كل 5 ايام او كل اسبوع مرة. لكن حاول ان لا تعطش هذا النبات، لان هذا النبات مثل ما ذكرنا يكون محب للرطوبة العالية. طيب اذا انت مثلا عجبك وزرعته بهذه الخوص وسويته على شكل تعليق بالسقف، شلون هنا تسقي؟ اكيد ما راح تسقي بشكل مباشر، فتستخدم البخاخ، بخاخ مع المي، وتجي تبخ الكتلة الجذرية مالته. لكن هنا لازم تستخدم البخاخ كل يوم، لانه ما راح اكيد يعني تشبع التربة مالته او الخوص يشبع من المي، فانت كل يوم تجي تبخ الجذور مالته بالماء. الاضاءة طبعا يحتاج الى اضاءة جدا ساطعة، وما يحتاج الى اضاءة الشمس، يعني اضاءة مال الجلوبات كلش كافي عليه، ومو مهم اذا كانت الاضاءة صفراء او بيضاء، ماكو كل الاشكال. لكن حاول ان تعطي اضاءة ساطعة. التسميد بسماد الان بي كي المتعادل، يفضل انه كل شهر مرة. سماد عنصر الحديد ايضا، وحاول ان توفر لك مبيد فطريات، يعني المبيد فطريات تعطي له على شكل وقائي، يعني كل شهر مرة. طريقة اكثار هذا النبات تتم بالاطراف، راح يبدي ينتج لك خلفات، فتقدر تاخذها وتحولها بسندانة اخرى. هذا كل ما يتعلق بهذا النبات المميز. طبعا انصحكم ان تقتنون هذا النبات اذا قدرتوا تحصلوه. هذا النبات قوي، ما يتلف عندكم بسهولة، عن تجربة. يعني انا صار لي تقريبا 15 او 20 يوم من جنية هذا النبات، يعني ما شاء الله الحمد لله والشكر لحد الان جيد جدا. نتمنى ان تكون حلقة مفيدة، ونتمنى ان نكون افدناكم في مال الله.